ورانا نهبطوا بلي بالي بلي بالي حتى نوصلوا الى مستوى الضحيه اللي راه على مستوى 26 متر. اذا لحد الان رانا في المرحله الاخيره حوالي 4 امتار، وهذا لحد الان هذه هي ربما العمليه الاخرى اللي توصلنا الى مستوى الضحيه ويتم انقاذه بحول الله. ما دام الضحيه مش ما عندناش المعلومات دقيقه، لكن ممكن تكون في حاله غيبوبه. بالنسبه للحمايه المدنيه من اول يوم عندنا حوالي 50 عون ويعملوا بالتناوب بكل اطارات وكل يعني اطارات المديريه في حاله تاهب. بالنسبه للعتاد اللي رانا نشوفوه امامنا، يعني الشيء اللي راه موجود اكثر من الشيء اللي طلبناه.